عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تصريح من رئاسة الجمهورية، وقال أنه وصول 4 طائرات عسكرية مغربية محملة ببقية تجهيزات لإنشاء مستشفى ميداني يعطيها ألف ألف صحة المغرب الشقيقة. إن شاء الله رجعوا لها في الخير. أعلنت رئاسة الجمهورية أن 4 طائرات عسكرية مغربية حلت صباح يوم الاثنين 19 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي محملة ببقية التجهيزات الضرورية لإنشاء مستشفى ميداني في إطار دعم المملكة المغربية الشقيقة لتونس في جهودها لمكافحة جائحة كوفيد-19. وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ صدر عنها يوم الاثنين أنه تم الشروع في تركيز مستشفى ميداني المذكور بمنطقة منوبة للانطلاق في استغلاله في أقرب الأجيال تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية. وأشارت إلى أنه كان في استقبال تجهيزات نادي عكاشة مديرة الديوان الرئاسي وعثمان جرند ووزير الشؤون الخارجية والتونسي بالخارج والفريق البحري عبد الرؤوف عطاء الله والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وأكبر تحية للشعب المغربي.